فنية أو أي مشكلات تقدر تعرف إن هو على طول ونتعامل معاه. أول كده في اليوم الثالث انتهت اللجنة في نيوزيلندا وتم غلق لجنة في نيوزيلندا وفي الآن بيتم الفحص. في المجال التي تعمل 103 لجنة وما زال في 33 لجنة يتم الفتح خلال الساعات القادمة إن شاء الله. الست السفيرة داليا الهام الفايز ممكن تطلعينا أخبار المقر عن خلال الكاميرا الموقف إيه؟ يوم الجمعة عمل عادي في الكاميرون، فبالتالي كان الإقبال ضعيف وزي ما كنا متوقعين إن يوم السبت بعد الظهر هيكون الإقبال. بالفعل لما فتحنا بعد ساعة الراحة لقينا عندنا المقاولين العرب كل المكتب، لأن إحنا هنا عندنا مقاولين عرب ومصر تلقى الاثنين المكتبين كانوا موجودين. هو إحنا يمكن عدد الجالي إحنا قليل شوية، بس هو مش مهم العدد قليل قد ما مهم إن كلهم حرصوا على الوقت. وعندنا برضو بعثة أزهرية، كل الموجودين قريب مننا كله كان موجود، وده احنا لسه طالعين دلوقتي من تالت وفي انتظار. في أي مشاكل فرق أو أي حاجة؟ لا خالص، مش سيد السفير إيهاب فهمي في تونس، حضرتك ممكن تطلعنا اليوم الموقف عن هذا مشاكل فنية أو أي حاجة؟ طبعا خير لا خير خير عملية عملية الاقتراع تلخص تمام الساعة صباحا التواصل في تالي الأمس واليوم المتلقى القيمة بدأ في الانتخابية، والحمد لله لم تحدث أي واقعة أي إعاقة لدى الإقطاع دائما. شكرا لكم جزيلا. السفير ياسر عثمان في المغرب، موقف عن حضرتك. صباح الخير يا فندم. لا الحقيقه ان بصراحه العمليه الانتخابيه يعني بتسير بسلاسه ونصف، ولم تواجهنا اي مشاكل خلال اليومين السابقين. بالعكس يعني السيستم شغال تمام، الدعم الفني بيستجيب على طول، المواطنين والوزاره في غايه الالتزام والاقبال على الانتخابات ومحاربه الخلافات. شكرا جزيلا لحضرتك. استاذ سفير معتز انور في زامبيا. السفير عمر عامر في اليونان. حضرتك ميوت يا عمر. صباح الخير. حضرتك سامعني كده؟ ايوه اتفضل. صباح الخير على حضرتك ولكافة أعضاء الهيئة. بشكركم شكرا جزيلا على كل الدعم وكل التسهيل والتيسير اللي حضرتك قدمتوه لحضراتكم قدمتوه لينا خلال اليومين الماضيين والنهارده وقبل أيضا بدء العملية الانتخابية. كل الأمور صارت كما هي مخططها بيسر وبسهولة في إقبال الجماهير وإقبال الأبناء الجالية في أثينا وخارج أيضا أثينا. كان على مدار الجمعة وإمبارح إن شاء الله نتوقع المزيد منهم النهاردة يوم الأحد باعتبار الدنيا الأرض نهاية الأسبوع، ولديهم تأكيد من الله لسه الساعة 10 صباحا في لبنان، ويأمننا لغاية الساعة 9 مساء إن شاء الله نستضيف كثير من الأبناء الجالية. لكن من الناحيه الفنيه اكون مسؤول في صوت الزملاء ان كل الامور كانت بتسير بكل يسر وبسهوله، وان شاء الله العمليه تتم على كل خير نهايه اليوم نبدا الفحص. بشكر حضرتك، انا شايف المقر عند حضرتك دلوقتي والامور منطبقه، بشكر حضرتك على التنظيم. وبالفعل يعني احنا دلوقتي في مع حضرتك بث مباشر وشايفين الموقع عند حضرتك. بشكر حضرتك على التنظيم ونتعاون دايما مع بعض ان شاء الله. شكرا لك. صباح الخير يا فندم وصباح الخير لكافة الزملاء. الحقيقة أنا البعثة الداوية دي سجل تقديرها وتحياتها لأي عامل انتخابات على الجهد المبذول وعلى الإدارة المعينة والسابقين، والحقيقة كان الجهد أكبر الأصغر إن هو يخلينا نتغلب على العقبات الفنية اللي خارجة عن قراراتنا في الساعة
ضعف البنية التقنية هنا في القاهرة. والحقيقة من هذا النطاق برضه أنا بحب أزكي تقدير واحترامنا لأبناء الجالية في علاوي اللي تكفلوا بمشقة وعناء السفر عن طريق بري أو طريق بري لمدة 9 ساعات سنوات العودة، وقالوا على أنفسهم إلا إن هم يلبوا البلاد الوطن في هم يأدوا أمانة صوتهم ويحققوا الواجب المسؤولي عليه. شكرا جزيلا لكم، إن شاء الله تواصلنا مع حضرتك إن شاء الله حتى كمان.